حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. وفي فقرتنا الثانية في هذا البرنامج نحن في مسلسل العلم والتعلم، ونتكلم في هذه الفقرة في هذا اليوم عن خطورة الجهل، لأننا إذا أردنا أن ننشئ في نفوسنا الدافعية للتعلم كيف سنتعلم؟ لابد أن نشعر بجهلنا، لابد أن نحس بخطورة الوضع الذي نحن عليه. العلم نور وخير وبركة، ولا يأتي إلا بخير، بل هو أساس كل خير، ونقيض ذلك الجهل فهو سبب الأمراض والأدواء التي أصيبت بها النفوس والأمة. أليس الجهل هو أساس كل شر؟ قص الله علينا ما سببه الجهل من المفاسد والشرك بالله، فكيف فعل ببني إسرائيل لما طلبوا من موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. بدلا من أن يحمدوا ربهم على نجاتهم وأن يوحدوه شكرا له على ما صنع بعدوهم، بدلا من هذا، بدلا من التوحيد، يطلبون أن يجعل لهم أصناما. جهلهم بربهم وخالقهم. الجهل والظلم أصل كل شر، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما، ظلوما إيه؟ ظلوما جهولا. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، حتى في أمور الدنيا لم يبنى ملك على جهل وإخلال. الجهل بالشرع عمى، والجاهل بالدين أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ فلا يستوي العلم والجهل. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، ظلمات الجهل ونور العلم. وإذا كان الإنسان أعمى أيضا ظلمات الضلالة ونور الهداية. وإذا كان الإنسان أعمى لم يهتدي إلى الطريق الصحيح. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وكل امرئ لم يحي بالعلم ميت، فليس له حتى النشور نشور. ثم الجهل يجعل الناس العامة يتبعون رؤوسا جهالا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه البخاري ومسلم. الجهل يوقع صاحبه في الحرام. الرجل الذي شج في رأسه ثم احتلم واستفتاهم قالوا لازم تغتسل، فاغتسل فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وما كذبت الأمم إلا بسبب الجهل، كما قال النبي لقومه: وقال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فالجهال يكذبون بالدين وبالعلماء وبالشرع وبالحق، لأنه لا يعلمونه، لا يعلمون قيمته ولا عظمته ولا ماهيته. ما هو دين الحق؟ يوصل إلى كل خير، والباطل يوصل إلى الشر، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجهل يوقع صاحبه في البدع والمحدثات، ومن يريد تحصيل الحسنات ويخطئ الطريق بسبب جهله. كم من مريد للخير لا يبلغه، كم من ساع للحق لا يصيبه. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جهل الجهل للجهل، الجهل يظنون أنهم يحسنون وهم يسيئون، يظنون أنهم يعبدون وهم يعصون. إن قوما تركوا العلم ومجالسة أهل العلم كما قال بعض السلف، واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه
ولكن ماذا فعلوا؟ على جهل، خالفوا السنة فهلكوا. فوالله الذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. بالجهل ترتكب الفواحش وتستحل المحرمات. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عن آخر الزمان وأشراط الساعة؟ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، رواه البخاري ومسلم. رتب كثرة وقوع المحرمات على شيوع الجهل. ابن القيم رحمه الله يقول: فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم. وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. بالجهل تضيع الحقوق، تقطع الأرحام، تكتسب السيئات. ما قال إنما الدنيا لأربعة نفر وذكر منهم: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. والجاهل تنطلي عليه الشبهات فيشك في الدين وفي الربوبية وفي الأحكام، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وبالجهل يصدق الناس أصحاب الخرافات والشركيات كالسحرة والمشعوذين والمنجمين والعرافين والدجالين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله يصدقونهم. العالم لا تنطلي عليه الشبهة، لا تنطلي عليه، والعلم نجاه بالنسبة له. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الدجال أنه يخرج إليه يومئذ الرجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. شوف ما يعني خدعه الدجال، ما سار وراء الدجال، خلاص عنده علم: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك حديثه. هذا سبب نجاته من فتنة الدجال العظيمة، العلم. لولا أن هذا الرجل عنده علم بصفة الدجال أخذه من السنة النبوية ما علم أن هذا هو الدجال في الحديث. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول هذا الرجل حين يحييه: هذا صاحب العلم، والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. ليه؟ لأنه اطلع في الحديث على أن الدجال سيفعل به هذا وأن الله سيعيده. العلم يفعل بصاحبه فعلا عظيما، يقينا، ثباتا، صبرا على الحق. ثم تكون العاقبة لهؤلاء، والدجال يريد هذا بشر فلا يسلط عليه. ويقول الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: رأيت مرة عرشا عظيما وعليه نور، فقال لي صوت يجي، صوت يجي من هذا: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك. فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو؟ اخسأ يا عدو الله. فتمزق ذلك، يعني الصورة راحت والمشهد راح والنور اختفى وصار ظلمة. ليه؟ شيطان. بس ما انطلت عليه، الشيطان حاول. قالوا للشيخ عبد القادر الجيلاني: كيف عرفت انه هذا الشيطان؟ قال: بقوله لي احللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت ان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل الى قيام الساعة. والعلم حصن حصين يجعل الانسان يحتمي من الشر. العلم فرقان يميز به بين الحلال والحرام، والجاهل لا يميز، لا يفرق لا بين البيع ولا الربا ولا الطيب ولا الخبيث ولا الصحيح ولا الفاسد. ما جاهل يعادي الصادقين ويعادي العلماء ويصدق الشائعات ويكذب الحقائق، جاهل. الشافعي قال:
يعني ما نظرت عالما إلا غلبته، ولا نظرني جاهل إلا غلبني. ما في تفاهم أصلا، ما في خطوط مشتركة. الجاهل لا يعرف فقه والأولويات، يمكن يقدم السنة على الفريضة ويتورع عن المكروه ويعمل الحرام الأكيد ويستحل الموبقات ويراعي المستحبات ويقع في المحرمات. جاهل من جهل. الجاهل لا يحسن عبادة ربه، لا يعلم لا شروط العبادة ولا أركانه ولا واجبات ولا مستحبات، يترك شرطا ممكن ما تصح العبادة إلا به، يفرط في ركن كثير. هل رجل اللي كان مسيء صلاته بسرعة 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 بسرعة، حذيفة رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فسأله منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. قال ما صليت منذ 40 سنة، ولو مت أنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. الجاهل عدو نفسه، ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. وإذا أطبق الجاهل على الإنسان يصير حاله أسوأ من البهائم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ما استعملوها، ما استعملوا الحواس فيما أمر الله به، تعرفوا على الحق، ما استعملوها. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينجينا من الجهل، وأن يفتح علينا، إنه هو الفتاح العليم. وإلى هذا الفاصل.